تخدم لحو انت في السوق؟ هذه تخدم الحلويات، الحلو العربي والمقروض و توسكي حلويات. قديش عندها الحانوت؟ الحانوت من 1950 تخدم في الحلويات. ما شاء الله. يعني هذه الخدمه دو بيران فيس نقولوا، معناها اب عن جد. وكيفاش بجيتوا من الاول؟ شنو الحلويات اللي بجيتوا تبيعوا فيها؟ هذه الحلويات اللي قاعدين تشوفوا فيها حلويات تقليديه تونسيه، البقلاوه وكعك الورقه وحلويات تقليديه تونسيه نتاعنا. معناها شنو يتسمى الحلو هذا؟ مصنوع معناها؟ هذا حلو عربي، يعني مصنوع من اللوز ومن البيستاش ومن البوفريوه ولا اللي في الويسك الكل، معناها نقول فواكه الجافه الكل. شنو الانواع الحلويات اللي عندك؟ باهي، بالنسبه للانواع نتاع الحلويات نجم نسميهم التو، عندنا البقلاوه، كعك الورقه، كعك العنبر، كعب الكرتاج، التوازن، هذوما البيض، هذوما ديجا قعدنا نحن بركه هذوما نخدموا فيهم. فهمت؟ الملبس تبيعوا الملبس ولا؟ الملبس هذاك نوتر شوز، معناها هذاك حلو صفاقسي، ماهوش متسمي برشا كيما نقولوا حتى الريجيون نتاع تونس، اما هذايا نتاع البلديه معناها كيما نقولوا القديمه. فهمت؟ التوازن البيض تتسمى، فما عين البقره زاده، فما هذايا يتسمى صفاقسي، هو حلو صفاقسي. فهمت؟ كعك العنبر. كعك العنبر توا مش موجود عندي، ما نبيعوه نخدموه. كيفاش تبتكروها الحلويات من الاول؟ تجربوها وتذوقوها من بعد تصنعوها ولا كيفاش؟ نحن نخدموا باللوز، نخدموا باللوز كل شيء معناها، من بعد بالطبيعه نذوقوا الحاجه اللي نعملوها، فما دوزاج معين هو يتعمل. فهمت؟ ما مقادير معينه هذيك هي اللي نخدموا بها، معناها ما تبدلتش. هذيك ملي بدينا نخدموا هي بيدها، معناها الدوزاج ما بدلناهوش. هذاك علاش الحلويات نتاعنا مشكوره برشا ومطلوبه. نجموا تزيدوها حكايه في الروسيت حكايه مره؟ اجي نقول لك احنا الروسيت قلت لك الدوزاج نتاعنا هو بيدو ما تبدلش. جمله ما يتبدلش. نحن ما بدلناهوش. تو العب فما عباد قاعده تبدل في الدوزاج نتاعها، يخدم لك سكر اكثر من اللوز، احنا نحطوا الدوزاج نتاع اللوز الصحيح، معناها باش تجيك عبد الحلو بنينه وباهيه. وكيفاش ترى الاقبال على الشراء تو معناها في الاوضاع هذيا بين الحاضر والماضي؟ تو في الوقت الحالي تو الخدمه نقصت برشا. علاش؟ على الاوضاع نتاع الكورونا والاوضاع الاقتصاديه جينيرالمون نتاع البلاد. فهمت؟ خاطر احنا ديما مربوطين بالسعر نتاع اللوز، الماتير بريمير كي تغلى دونك احنا اوتوماتيكمون باش نغليو معناها. اي بالطبيعه. قداش اسوامكم تو؟ نعم. اسوامكم كيفاش؟ الاسوام نتاعنا نحن كيلو نبيعوا فيه ب 48 دينار. فهمت؟ دونك دي سما راهو بحساب اللوز والسعر نتاع الفواكه الجافه والكل كيما البيستاش والواحد غالي برشا يسمى في المتناول راهو. اما ما نعرفش. كل حاجه وسومها. اللوز بقداش؟ شنو معناها؟ كيلو. كيلو اللوز بروت ولا كيلو اللوز؟ به هو ما هو حلو الكل هكا ولا فما اللي باللوز واللي بالبيستاش. اي اللوز وحده بقداش؟ الكل فرسوم احنا نبيعوه. الكل فرسوم. هذاك علاش نحن عاملين سوم واحد يسمى، فهمت؟ خاطر اللوز غالي، معناها اللوز والبيستاش اغلى من اللوز. فهمت؟ احنا عملنا كيما نقولوا بري باش نبيعوا سوم واحد معناها. كيفاش نجموا تبيعوا البيستاش واللوز بنفس السوم؟ لا احنا مش كي نحط بيستاش معناها تلقى هذاك مغاري، بيستاش سوم وحده. فهمت؟ اما هو من داخل اللوز ومن برا بيستاش. فهمت كيفاش عملنا الحساب؟ باش هكا يبدا في المتناول حتى نتاع يبدا سومو في سومو معناها فيه معناها. كيفاش ترى معناها العباد تشري ولا ليه؟ هو راهو ثم الاقبال موجود راهو، اما نقص. فهمت؟ اما نقص. احنا نحكي لك خاطر فيسك الحانوت نتاعنا معروفه معناها. فهمت؟ اما نقص برشا. فهمت؟ الوضعيه نتاع البلاد، الوضعيه الاقتصاديه نتاع البلاد، الطبيعه. معناها بقى الحلو يغلى ويرخص، يغلى ويرخص. شوف احنا اذا كان الخص اللوز الرخص. كان اللوز غلا باش نغليو، دونك هذيك خاطر الباز نتاع الخدمه. المواطن يفهم الحكايه هذه ولا؟ يفهم يعرف، تعرف العباد ولا تعرف. اما شنو هي توا فما عباد ما تفهمش القوم نتاع الحلو، احنا الحلو نتاعنا قلت لك نخدموا فيه نصرفوا عليه معناها. سومو فيه معناها، فهمت؟ هذاك هو نصرفوا عليه دونك الحلو. هذاك علاش؟ تبيعوا في الحلقوم زايده؟ اي نبيعوا عن الحلقوم، عن النوقة، عن القطايفة هيك، هذيك الأكثرية تخرج في رمضان. عندنا جلجلانية هكا، هذيك جلجلان ولوز وبوفريوة تتسمى بجوية، هذيك اللي مغادي نخدموا معناها الأنواع هذيك نتاع الحلويات. شنو أهم حاجة في خدمتكم تراها؟ المعاملة مع الناس مهمة ولا؟ بالطبيعة المعاملة نتاع الناس مهمة، احنا رسمينا الكليون. كيفاش تتعاملوا مع العباد؟ شو معناها كيفاش تتعاملوا؟ نفرح به، نستقبله، نفرح به، نبيع له حاجة باهية. حضر له خدمته في وقتها؟ أكيد أكيد. حتى كي ناخذ كوموند مثلا مش يقول لي في النهار الفلاني يجي في وقتها الجهاز نتاعو. عندكم كليونات قدم؟ اكيد 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 عندنا. ما يبدلوكمش؟
بتبيعها الخدمه مش كيما في الفطار كيما في رمضان. بتبيعها هي شوف ايش نقول لك، ديما مربوطه بالوضعيه الاقتصاديه نتاع البلاد ومتاع العبيد، معناها تجيب اللي تجيب الموات، فهمت؟ هذاك هو اللي يحكم فينا نحن زادة، فهمت؟ عندكم فروع اخرين ولا؟ عندنا في رادس، عندنا في البلفيدير، عندنا ونواصلوا معناها نفس الانواع نتاع الحلو غادي ولا؟ يعني قلت لك احنا هذه كما نقولوا صنعتنا، هذه خدمتنا دو بيرونفيس، معناها دوزاج قلت لك ما تبدلش، وهذيك هي معناها خدمتنا. انت تخدم هوني عندك برشا؟ عندي مدة برشا مدة الحمد لله. فما إضافة جديدة في المستقبل معناها للحلو ولا؟ والله إن شاء الله. نحن ريت نقول لك حاجة، نحن كما قلت لك بكري راهو ريت مربوطين بالحلو هذايا، خاطر هذايا كما قلت لك خدمة الجدود. أما ريت باش نسبة باش تحسن فيه وتطور فيه الحلو تنجم تطور فيه، أما راهو هذايا هو الباص تنجم تطور فيه، تخدم بالقوالب وواحد. إحنا ما خدمناهاش الخدمة هذيك، إحنا ماذا بينا نقعدوا في التراديسيون نتاعنا، حاجة تقليدية حاجة تونسية في المدينة العربية. اللي يجي ياخذ يعمل قهوه يتبنى ويقول يرحم ولدي. ما تراش انه احسن مشروع نتاع حلو يكون في بلاصه كما هكا؟ ولا يشوف قول يخدم على روحه وربي عينه، تنجم تخدم في اي بلاصه ويقسم بيضرب. اما البلاصه هذه انا قلت لك من بين الفروع اللي عندكم اني اكثر بلاصه تخدم؟ ولا يشوف خدمه راهي دي ودي با في كل اما هذه خاطر في المدينه لهنا ثم الموفمون هذاك. حتى المكان عنده دور كبير. اي طيب هذه خاطر في المدينه. وهنا تجي العباد على حاجه ارتيزانال باش تقعد مثلا في قهوه باش تشري حاجه جبه باش تشري حاجه، دونك ثم لهنا الموفمون. الحمد لله نحن نقولوا ان شاء الله ترجع كما قبل. حسب ما ريت انتم معناها اللي يتعدى تذوقوه من الحلو نتاعكم. اللي يتعدى؟ تذوقوه من الحلو. اكيد. يذوق باش يعرف، باش يعرف الكاليتي، خاطر ثما توا دي باساجي برشا لهنا، فما اللي ما يعرفوش القو نتاع الحلو نتاعنا، دونك يذوقوه ياخذ يذوق، وبقدرة ربي يرجع معناها يشري، يعجبه الحلو يرجع يشري، خاطر ديما في كعبة الحلو كي تاكلها تلقى المطعم نتاع اللوز، تلقى اللوز أكثر من السكر، فهمت؟ ها؟ والكليونات معناها عجبتهم الخدمة نتاعك؟ أكيد أكيد أكيد، الحمد لله، الحمد لله. عندكم قليل برشا معناها باش تجيني ريكلاماسيون. من بين الشخصيات المعروفة معناها شكون جاي يشري من عندك؟ برشا شخصيات، هنا قلت لك بحكم الامبلاسمون نتاعنا برشا جاي لهنا، برشا وزراء، برشا حتى من قبل، حتى في العهد القديم برشا جاي، حتى الرئيس تاع فرنسا من هنا ماكرون. هاي ماكرون. سألتك خاطر هذه عندي من هالمعلومة. جاي ماكرون، جاي شكون؟ السفيرة نتاع كندا زاد جات لهنا، برشا السفير نتاع البرازيل، برشا يجيو لهنا ويبعثوا معناها، فهمت؟ هذا كان كافي باش يكون معناها حانوت القماتي ناجح. الحمد لله الحمد لله، كله توفيق من عند ربي. الحمد لله ان شاء الله ربي يعينك. عايشكم مرحبا بك.